أولا أبدأ تحياتي لكم والسلام عليكم. كما نرى أمامنا قصف جزيرة الكرم الآن، ويبدو أن صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة، ويبدو أن يعني الأسلحة أسلحة أوكرانيا تطورت جدا. زي ما أنتم شايفين قصف هائل، إلى الآن لا نعلم ماذا حدث في جزيرة الكرم، ولكن زي ما أنتم شايفين هذه لقطات أولية وحصرية لشبه جزيرة الكرم. تابعونا لتعرفوا كل جديد، وتحياتي لكم محدثكم ظريف الأديب، تحياتي.